انت عارف يا خالد انا ليه طول الوقت واخد موقف منك ومخلي عيالي لا يشوفوك ولا حتى يتكلموا معاك؟ عارف ليه؟ يلا سيف نطلع من هنا. عشان انا غيران منك. سيف مش وقته الكلام ده. مش وقته بتعمل كل اللي انا كان نفسي اعمله وما عملتوش. انا كان نفسي ابقى زيك، كان نفسي ابقى انا اعمل اللي انا بحبه. ايوه يا سيف، بس انت اللي اخترت، والحمد لله الدنيا ماشيه زي الفل، شغلك وبيتك ومراتك. انا بقى ما اعرفش انا ليه شلت المسؤوليه بدري، مش عارف. دخلت هندسه مش علشاني، عشان ماما ما تقولش ان انا قصرت بعد ما ابونا مات، وجوزت وخلفت بدري عشان ابقى زي الناس الملتزمه الناجحه، ابقى ماشي زيهم. فرسمت لنفسي طريق انا نفسي كان لازم اكسره طول الوقت ومعرفتش، بس اقنعت نفسي ان انا صح. اقنعت نفسي ان انا صح، وكنت عايز ولادي يبقوا نسخه مني. انا نيه